الدكتور احمد عبد الستار مرسي، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه، الهيئه العامه للمستشفيات المعاهد التعليميه. الحقيقه انا اتشرفت كتير بان انا حضرت المؤتمر بي سي ار سيمينار اللي يماثل ويضاهي البي سي ار الاوروبي بما يحتويه على الماده العلميه الكبيره والضيوف اللي جايين من اوروبا، بالاضافه للناس او الاساتذه الكبار في مصر. وكان المؤتمر الحقيقه ناجح جدا جدا، قدر يناقش موضوع في غايه الاهميه، وهو يعتبر اكثر حاجه فيها مخاطر في التدخل بالقسطره في الشريان التاجي، وهو الشريان الايسر للتاجي. الحقيقه الرساله اللي حب المؤتمر يوصلها للشباب القلب او شباب اللي بيتدخلوا بالقسطره في القلب، ان امتى يستمر وامتى يتوقف، وامتى يرسل العيان للجراحه وامتى يتعامل معاه، وقدروا يحلوا كل المشاكل دي الحقيقه على اعلى مستوى. الحقيقه الرساله اللي عايزين نوصلها كمان للناس عموما، ان لازم المريض عليه دور لا يقل عن دور الطبيب، وهو ان المريض لابد انه يتبع تعليمات الطبيب حرفيا. واخطر شيء عدو للمريض وللطبيب وللتدخل بالقسطره هو نوعيات معينه من الممارسات الحياتيه اليوميه، زي السجاير، التدخين طبعا، انواع نوعيات الاكل اللي بيتناولها المريض. لابد ان المريض او مش مريض حتى، نقول لكل الناس ان نوعيات الاكل دي والتدخين لازم نعمل له نوع من الوقايه قبل ما يحدث الحدث في الشرايين التاجيه او الطرفيه او المخيه، لان كلهم متصلين ببعض، واللي بيحصل له شيء او مرض في الشريان التاجي بيحصل له مرض في شريان الاطراف، بيحصل له امراض في شريان المخ، كلها متصله ببعضها، وده بيجي ورا ده ورا ده ورا ده. فلابد ان احنا نتوقف مع انفسنا عند اعمار معينه لنوعيات الاكل والتدخين. وطبعا الاولى بهذه النصيحه الناس اللي تعرضت لمثل هذه الامراض، واللي خاضت في هذا المرض، واللي تعرضوا او خضعوا لتركيبات دعامات او توسيع بالدول، انه يحافظ على ما حدث او يمنع تكراره بانه يغير المنظومه بتاعت حياته كلها، في شكل اكل، في شكل تدخين، في شكل رياضه، ده استمرارا للحدث اللي هو اتعرض له. وفي الاخر طبعا احنا بنشكر مثل هذه المؤتمرات اللي بتفيد الاطباء كلهم، وبتفيد وبتنعكس على ممارساتهم مع المرضى، وفي الاخر ده بيفيد المجتمع كله وبيفيد الناس كلها. عايزين باستمرار او نطالب باستمرار باستمراريه مثل هذه المؤتمرات، وبنطالب بالتجديدات العلميه وبالاستمرارات العلميه والاحتكاكات العلميه بين الشباب الاطباء والاساتذه الافاضل الكبار والناس اللي عندهم مثل هذه الخبرات في اوروبا وفي الخارج.